خطأ طبي سبب مرض ابنها، وعلشان كده أصيبت بأنيميا حادة مش هتصدقوا شكله. أول ظهور لابن مها أحمد ومجدي كامل الفنانة مها أحمد، وسبب دعوتها القاسية على نجلها المعاق. الفنانة مها أحمد اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية من دفعتها الفنان ماجد الكدواني وإيهاب فهمي ومحسن منصور والفنانة روجينا. بدأت مها أحمد حياتها الفنية وهي ما زالت طالبة في المعهد، وذلك من خلال مسلسل سوق مجرى العيون ومسرحية الضبابير. كان أول أفلامها فيلم حرب الفراولة مع المخرج الكبير خير بشارة. بدأ الجمهور يتعرف عليها من خلال مسلسلي ترويض الشرسة والوتد اللي كان عام 1996. قدمت الفنانة مها أحمد أكثر من 75 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. كان آخر أعمالها مسلسل رسائل. قصة زواجها من الفنان مجدي كامل بدأت وهم طلاب في المعهد، وكان سابقها في الدراسة، وقال لها مجدي كامل أول ما تخرج هتجوزك، وتم خطبتهم في السنة الثالثة وزواجهم أيضا. الفنانة مها أحمد وتفاصيل دعوتها القاسية على نجلها المعاق. تحدثت الفنانة مها أحمد عن نجلها الكبير أحمد، وهو شاب من أصحاب الهمم، والدعوة التي أثارت بها حالة من التساؤل لدى ملايين المتابعين. قالت الفنانة مها أحمد خلال حلقة برنامج ربع دسة ستات، أنا مها أحمد أم أحمد، كان حلم عمري لما نام على المخدة أفضل أدعي دعوة تقيلة شوية وأقول يا رب لما تيجي تاخدني خدني أنا وابني. أضافت أيضا دي مش أسوأ مني، لكن ده عشان الحمل تقيل، بس مش تقيل عليا ولا على جوزي ولا على ماما، لكن حمل وتقل محدش يقدر يشيله غير الأم. وتابعت افتتاح مكان مخصوص كان حلم ليا ولكل أم لديها أطفال منهم، وتكريم الرئيس لأمهات هؤلاء الأطفال طمأنها إنها حين تتوفى سيكون هناك مكان يراعي ابنها. مها أحمد تكشف سبب تواجدها على تيك توك مبشتغلش وأنا حرة. كشفت الفنانة مها أحمد على سر تواجدها بكثرة مؤخرا على تطبيق تيك توك وظهورها بالعديد من اللايفات والتحديات، وهو ما أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت الفنانة مها أحمد خلال أحد اللايفات أن السبب وراء تواجدها على المنصة الشهيرة بعد سؤالها من قبل متابعيها، وعلقت قائلة بنطلع على تيك توك لأننا ما بنشغلش في الوسط الفني، مش شغالين فلقينا لينا مجال على السوشيال ميديا، أنا بقبل الهدايا في المسرح وبقبلها في اللايف، أنا حرة ومحدش ليه عندي حاجة. أثارت تصريحات الفنانة مها أحمد انتقادات واسعة وانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، حيث قالوا إنما الأعمال بالنيات، اللهم إني أسألك أن يرزقك من فضله ومن رحمته، كلكم سبتوا التمثيل وبقيتوا تطلعوا لايفات تيك توك، ومن أبرز الفنانين الذين يتواجدون على تيك توك وتحدياته مؤخرا هو الفنان فادي خفاجة، والذي ظهر في لايف على التطبيق منهارا بسبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية، وعلق قائلا مين ما عندوش أخطاء، أجدع واحد في لايف هنا، لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء. وكان فادي خفاجة قد أعرب في وقت سابق عام 2022 عن استيائه من عدم عرض أعمال فنية عليه ليشارك فيها. وكتب خفاجة وقتها على حسابه بموقع فيسبوك، طيب إيه يا مخرجين ويا منتجين مصر، لو العبد لله بعد العمر ده كله ما اشتغلش في مسلسل أو اتنين أو تلاتة، مين اللي هيشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟ ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لا بطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندق لها. نجل الفنانة مها أحمد يكشف تعافيه من مرضه ويعلق أنا سعيد. كشف عادل مجدي كامل ابن الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل عبر موقع تبادل الصور وفيديوهات انستجرام أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذي لم يفصح عنه وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر للوصول للعلاج له، وكتب عادل تعليقا مقتضبا على الصورة قائلا
أنا سعيد، وقد نشر عادل في أكتوبر الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع التبادل والصور والفيديوهات إنستجرام معلنا شفائه من مرضه الغامض. قال عادل مجدي كامل: بعد تعب فترة كبيرة وأوحش إحساس حسيته في حياتي وأصعب فترة عدت عليا في حياتي وعمري ما أقدر أنساها، علشان خلتني أتعلم حاجات كتير جدا وأعرف مين اللي يستاهل أديله عيني ومين اللي ما كانش ينفع يبقى موجود في حياتي أصلا. سبب لي اكتئاب وبتعالج من حصيتي لحد دلوقتي. كشفت الفنانة مها أحمد كيف تعرضت للحرج من قبل الفنان أمير كرارة، وهو الأمر الذي دفعها لكتابة منشور تهاجم فيه الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار وقف المخرج محمد سامي من قبل الشركة المتحدة. وقالت مها أحمد من خلال بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك إنها التقت بأمير كرارة أثناء عملهما في نفس القناة، فكان كل منهما يقدم برنامجا ووصفت تعامله بالراقي قبل الشهرة. وأضافت مها أحمد إنها التقت بكرارة في زفاف وطلبت منه أن يعمل سويا، وفوجئت برده أن الدور ينادي صاحبه، حيث قالت: أنا استغربت للرد، كان ممكن يقول لي ربنا يسهل أو أي حاجة، بناء على اللي حصل جالي اكتئاب وعيطت كتير جدا، أنا تعبت وخدت أدوية وما زلت باخد أدوية لحد دلوقتي، شيء طبيعي لما الاقي فيها حاجة بيها رد اعتبار ليا أتكلم واكتب على صفحتي، وأنا كتبت بصراحة جيدة ولا بشمت في حد، ولو أنا عايز أشمت هشمت،